البنات كديرين لاباس عليكم؟ مزيانين اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، احوالكم طيبه يا ربي. المهم البنات، قبل ما نمروا باش نوريكم ان شاء الله شنو غنصاوب معكم، يعني واحد الفقاس اللي كيجي لذيذ وكيجي زوين وحتى المنظر ديالو زوين. المهم غادي تشاهدوا معايا، غادي نصاوبوا معكم وطريقه سهله ومكونات بسيطه. المهم قبل ما غادي نمر صراحه غادي نهضر على واحد السيده اللي كتبت لي واحد الكومونتير اللي هاد الصباح هذا اللي غير ليا المزاج ديالي صراحه. شنقول لكم، انا تاع الكومونتيرات ما كنديهاش فيهم بزاف اصلا، ما يعني كنقراهم صافي وكندوزهم. حتى لهاد السيده هذه كتبت لي واحد الكومونتيرات الصباح هذا، فقط مشيت كنقرا الكومونتيرات وانا نلقاها كاتبه لي واحد الكومونتير لي نتوما حكموا عليه ونتوما كتبوا لي في الكومونتير شنو بان لكم. هاد السيده هادي ماشي متتبعه ديالي، يعني قناه هي خدامه على راسها، وجات على هاد الصباح هذا جات طير لي المزاج ديالي ما عرفتش علاش. وانا عمرني ما دخلت القناه ديالها، عمرني ما شفتها حتى جات هاد الصباح هذا كتبت لي واحد الكومونتير وانا كتبته في ورقه باش نقرا عليكم وانتم حكموا. واحد الفيديو كنت درت بشحال هادي فاش كان هادشي هذا اللي كنمروا به بلا ما نقول سميتو حيت نتوما عارفين ديال هاد الحجر الصحي هذا، ودرته وكنت درت فيه واحد الدعاء كما اظن، لا تفكرت كنت درت واحد الدعاء ومشات ليه هو خصيصا وكتبت ليا فيه هاد التعليق هذا، قالت لك اهاد الناس، المهم اهاد الناس حرام عليكم، اهاد الناس حرام المراه يتسمع صوتها وهي كتقرا القران، وانتم كتبانوا في الفيديوهات راه حرام هادشي اللي كديروا باش غتلقاو الله. كتبوا لي في الكومنتير كي جاكم هاد التعليق. دابا دخلنا عليكم بالله المشاهدين ديالي المتتبعين ديالي، انا كندير شي حاجه اللي خارقه القانون؟ كندير شي حاجه اللي كتغضب الله؟ كندير شي حاجه واش باش نقول لكم هاد التعليق هذا على الاخت ديالي؟ انا كاع ما نهبط المستوى باش هضرتي معايا انت. الاخت ديالي ولا باش غادي شنو نقول لكم؟ المهم الاخت ديالي هاد التعليق اللي كتبتي ليا مادام تجي تخسريه في قناتي انا، سيري كتبيه في شي قناه اخرى اللي تستاهلو، فهمتي؟ هاد التعليق هذا سيري كتبيه في شي قناه اللي كدير روتينات اللي معريه هي، ونقول لك برافو حيت كتنهي على المنكر. اما اختي انا اش كندير باش تقولي لي راه هادشي حرام؟ واصلا الكلمه ديال حرام ما تخرجيهاش من فمك حتى تكوني عارفه، يعني يكون عندك علم بها. وانا اختي الا كنت كنقرا القران، الا كنت كنقرا القران راه كنقرا كلام الله، ماشي كنشد البندير وكنبقى نطبل ونغني. هذا اللي كيطبلوا ويغنيوا تيجيكم عاديين، واللي تيقراو القران تيجيكم لا هذاك حرام، واللي كيطبلوا كتقولوا برافو عليكم مزيان صوتك زوين، ولكن اللي كيقرا القران لا، عندكم بان القران ما خصوش يتقرا. واش صوت المراه حتى القران عادي يبان لكم حرام؟ ما بانوش لكم الاخرين اللي كيغنيو وكيشطحوا هذاك ماشي حرام؟ ما تقولوش لهم حرام، كتمشيو غير الناس اللي مدينين والناس اللي داخلين سوق راسهم والناس اللي شادين تقارهم، يعني ما كيديروش شي حاجه خايبه، ما كيديروش شي حاجه اللي خارق القانون، وتجيو عندهم تكتبوا لهم تعليق كتقولوا لهم حرام عليكم اش هادشي كديروا؟ ما كندير والو اختي، بيني وبين اللي خلقني ما كندير حتى شي حاجه والحمد لله. باش انت غادي تجي وتقولي لي هادشي اللي كديري حرام اختي؟ واش غنقول لك؟ ما عندي ما نقول. دابا انت دخلتي بيني وبين الله وقلتي راه حرام، الله اللي غيحاسبني، كنت من الله يغفر لينا. حنا انا ما نقول لك، انا ما نقولش بانني ملاك ما تنغلطش، يعني راه الملائكه انا ملك ما تنغلطش، انا راه بنادم وبنادم كيغلط وكيتوب
وكنتمنوا من الله يسمح لينا ويغفر لينا ويتوب علينا. هذه هي الكلمه الوحيده اللي كنقولها في السجود ديالي، هي التوبه. كل واحد غيطلب غير التوبه صافي. ونبينا عليه الصلاه والسلام يعني ماشي غادي تجي تكتبي لي كومونتير غطيري لي المورال ديالي انا والميزان الاخر ديالي انا، باش تجي تكتبي لي هذا التعليق هذا تقولي لي راه حرام عليك اختي. مالي باش حرام عليا اختي؟ ما كندير حتى شي حاجه، لا قريت القران راه كنقرا كلام الله، فهمتي اختي؟ كنقرا كلام الله ماشي تنغني. منين تجي تلقاي قناه متنوعه ولا متنوعه مع ام عمران تلقايني شاده بندير وكنغني، هذاك الساعه قولي لي حرام عليك، اش هذاك النقاب اللي دايره ولا اش هذاك الشيء اللي كديري؟ هذاك ماشي نقاب اللي كديري وانت هي جالسه كتغني. اي غنقول لك اييه اختي بصح هذا الشيء اللي كتقولي، ولكن انا ما كنديرش هذا الشيء. باش تجي تقولي لي هاد التعليق هذا تكتبيه ليا وتمشي بحال ما كان والو، يعني انا ما غاديش ندخل القناه ديالك انا ونحط لك تعليق، حيت انا ماشي من هذاك المستوى اللي غادي تجي عندي تحطي لي تعليق خايب ونرجعو ليك. لا اختي غكتبي، ولكن انا عارفه بيني وبين اللي خلقني وكل واحد كيحاسب الله صافي. هادشي اللي كاين هذا ما كان. المهم البنات لا ما نطول عليكم، كتبوا لي في لي كومونتير شنو بان لكم، واش غادي ندير اخر فيديو في القناه هو هذا ولا غادي تشجعوني ونستمر؟ المهم تقولوا لي البنات في لي كومونتير ديالي. وشكرا لكم بزاف على المشاهدين اللي كيشجعوني وكيقولوا لي تبارك الله عليك، حيت الصراحه بحال هاد التعاليق هذا نتقبلوا مع من عند شي وحده اللي متتبعه حقيقيه، يعني ماشي بحال قناه دخلت عندك وحطات لك هاد التعليق هذا ومشات، يعني ما غاديش اي وحده ما غادي تقبلو. يعني غادي تجي عندها وحده تقول لها حرام عليك الصوت ديالك ما خصوش يتسمع، الصوت ديالي ما خصوش يتسمع في حوايج خايبين، حوايج اللي فيهم الموسيقى اللي فيهم الغناء. هاد المهم هاد الهضره هادي راه كنوجهها للاخت اللي حطات لي الكومونتير، اللي حطات لي الكومونتير قالت لي هادشي راه حرام عليك، هو اللي كنوجه ليها هاد الهضره هادي ولا هاد النداء هذا. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينين، كنهضر على التعاليق الزوينين، شكرا لكم بزاف. المهم تكتبوا لي واش غادي نستمر ولا غادي نتراجع. المهم يلا تهلاو ليا في ريوسكم، غادي نمروا ان شاء الله نوريكم الفقاس اللي غادي نوجد معكم ان شاء الله. يلا بقاو معايا. المهم البنات هانتوما عندي هنا كاس ديال السنيده، عندي كاس ما عامرش ديال الزيت، وهنا نص كاس ديال النيدو، ندير بعض البيضات، عندي هنايا ساشي ديال الكاكاو، وعندي هنا ساشي ديال الفاني وخمارة وحده. صافي هادو هما المكونات اللي هما بساطين. غادي ناخذ هاد القصريه اللي غادي ندير فيها نعاودو نطلقها. عندي هنا البنات هانتوما غادي ندير البيض، بسم الله ندير بعض البيضات، ومن بعد الفقاس هذا راه كيجي زوين البنات، غير جربوه وساهل يعني بحال كديري شي كيكه. وغادي ندير هنا الفاني، ندير السنيده، صافي غادي نخلط البنات المكونات.
وغادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو. انا البنات تدوب لكم هذيك ديك سهيله مزيان. ندير الزيت ندير هنا ليدو، ومن غادي ندير الخميره ونقطعها. هنا يا البنات قطعت هاد الخميرات، خميره وحده. هنا غندير هاد الساشي ديال الكاكا، وغادي ندير طحين. نتوما على حساب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب. المهم البنات هانتوما كيجي على هاد الشكل هذا، شو بحال هكا فهمتي بالضبط. هانتوما دابا غادي نشطو، غادي نقطعو انا على ثلاثة بحال هكا. عندي هنا اللاطه البنات غادي نحطها فيه، ناخذ هنا وحده اخرى. هانتوما شتو البنات كيخرج تبارك الله. المهم بقاو معايا هانتوما البنات. عندي هنايا راه درتها هنا، غادي نقرصها غير واحد شويه بحال هكا، ما تخليوهاش هكا يعني عاليه حيت فيها الخمار مازال تزيد تطلع. صافي بحال هكا، نتمنى يكون واضح. شفتو البنات هانتوما راه جبدتو من الفران بحال هكا، وغادي ندير هنا عندي الشكلاط ذوبتو. انا ما عنديش هذيك الشبكه، نتوما الا كانت عندكم هذيك الشبكه اللي غادي ديروه فوق يعني اللي كتقطروا عليها الحلوه ديالكم، كندير هذاك الشيء متوفر عندي. هما البنات هانتوما درتو على هاد الشكل هذا. غادي ناخذ يعني الشوكولا، ديروا ليها يعني الخطوط اللي بغيتو، شوكولاط بيض.
غادي ناخذ واحد العود بحال هكا وغادي ندير خطوط كيما بغيتو نتوما، خطوط اللي بغيتو يلا عشوائيا. المهم البنات بان لي هاد الشوكولاط هذا باهت، انا خديت الشوكولاط اللي هو غامق باش يبان، يعني عشوائي يديروا عشوائي. هكا ناخذ العود وغادي نبقى ندير خطوط. عشوائي البنات، الشوكولاط الاولاني اللي ما عطاهوش الاخر، ولكن هكا مزيان. نتوما ما ديروش الغلط اللي درت انا، يعني حاولوا ديروا الشوكولاط اللي يكون مزيان. وغادي نخليه يبرد مزيان البنات ونعاودو نتلاقاو. البنات هانتوما راه جبتو من الثلاجة، يعني ديرو مزيان. غادي ناخد هاد الموس ديال المنشار وغادي نقطع. هانتوما راه مكيتقطعش، غادي نحيد هادي كيتفرتتش. هانتوما البنات كيجي على هاد الشكل هدا، تيجي هشيش البنات، غير جربوه. وكمية كبيرة بلا ما نطول عليكم البنات، غادي نقطع انايا الكميه كامله ونعاودو نتلاقاو. المهم البنات هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا الفقاص. المهم البنات غنقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. هانتوما هذا هو الكميه اللي عطاني هذاك، يعني المقادير اللي عطيتكم عطاتني هذه الكميه هذه، يعني كيجي بحال هكا البنات، كيجي رائع. نتمنى تجربوه، وما كيتهرسش، يعني هشيش صراحة يستحق التجربة. جربوه بحال هكا البنات، كيجي منظر ديالو زوين. شوف البنات كيجي صراحة غزال، اللهم بارك. شوف البنات يعني كيجي هشيش وفتي. شو نتمنى تجربوها البنات، ملي شتو البنات هانتوما كيجي رائع، جربوه وما تندموش عليه. المهم البنات يلا وصلنا لنهاية ديال الفيديو، ما تنساوناش كي كنقول لكم ديما الدعوات ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله.